كل سنة وانتم طيبين. وانا جالي مسج النهاردة كنت عايزة اتكلم عنها، هقول لكم المسج دي بسرعة فيها ايه وهقول لكم تعليقي عليها. تمام. المسج ديت من واحدة مش هقول اسمها، قايلالي في المسج: يا سلمى انا مش عارفة انتي ازاي بتقدري تستحملي الشتايم اللي بتتكتب من البنات والتنمر والحاجات دي كلها، زيك زي اي شخصية عامة بتقدروا تتحملوا الكلام ده ازاي، زيك زي اي ممثلة او اي مغنية بتتشتم عادي علشان الاكاونت بتاعها بابليك، بتقدري تتفادي ده ازاي؟ مع العلم ان انا اهل جوزي البنات بيتنمروا عليا ودايما بيتريقوا عليا، وانا فكرت في الانتحار وانا فعلا كنت مقبلة عليه. تمام. انا المسج دي والله انا يعني انا ما بيفرقش معايا لو حد اتكلم عليا او حد قال اي حاجة، لان في الاخر خالص يعني ربنا ممكن يسامح في حقه، بس مش هيسامح في حق حد زعل حد او اغتاب حد او شتم حد. هتقولوا لي لا انت ما ينفعش تتكلمي في حاجات في الدين او كده، انا بتكلم في اللي انا اتربيت عليه. اللبس يا جماعة ممكن يكون حاجة نسبية، انت شايفها غلط، غيرك ممكن يكون شايفها عادية، غيرنا تاني ممكن يكون شايفها لا ده ذوقها مش حلو. فاللبس ده حاجة نسبية. لو فيكو حد هينزل مع حد القبر ويتحاسب، تمام، يبقى احنا كلنا لينا رقابة على بعض. تمام. انا بتكلم في واحدة زي دي، واحدة زي دي يعني اهلها